ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33,207 شهداء و 75,933 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. وأوضحت السلطات الصحية بغزة وصول 32 شهيدا و 47 مصابا إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة لليوم 85 بعد المئة على التوالي.